شرح النرف، احنا طبعا نشرح حالات بسيطة كده عشان خاطر الناس تحس انها بتنجز وبتذاكر شوية بشوية كده. يلا نسمي الله، بسم الله. المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن النرف اتكلمنا عن الانترودكشن ليه، يعني ايه نرف، يعني بتركب من ايه، واتكلمنا عن الاكستابيليتي بتاع النرف، وقلنا دايما لما بنيجي نتكلم عن اي شابتر لازم نرسم له السكيما بتاعته. هنرجع للسكيما بتاعتنا من تاني اللي هي بتاع الحلقة الأولى ونبص احنا اخدنا ايه وبقينا ايه. والله لو بصينا كده نلاقي ان الاندكس بتاع الشابتر بتاعنا كان فيه نيورون ستراكشر وده اتكلمنا عليه خلاص، كان فيه النيرف اكسيتابيلتي برضه اتكلمنا عليها، وكان نهايتها الاكسيتيشن، وكان نهايتها حاجه اسمها الاستنس ديوريشن كيرف. واخر حاجه نبدا نتكلم عنها النهارده والحاجه اللي قبل الاخيره هو النيرف ريسبونسفنس تو استيمولس، يعني الاستيمولس بتاع لما نيجي ندي للنيرف بتاعنا اي استيمولس او اي مؤثر ايه اللي هيحصل له. تعالوا نبدا نبص كده مع بعض. قال لي والله النيرف ريسبونس ماشي ريسبونسفنس تو استيمولس، استجابات النيرف بتاعتي لاي مؤثر هيبدا ياثر عليه. هو ايه انواع المؤثرات اللي ممكن اثر بيها؟ قال لي والله انت ممكن تاثر بحاجه من اتنين، اما ان المؤثر ده يكون اقل من اللي محتاجه النيرف بنسميه سب ثريشولد، لان اللي يحتاجه يبقى اسمه ثريشولد. سب ثريشولد بنسميه سب مينيمال، يعني اقل من المينيمال بتاعنا. ده هيعمل ايه في النيرف؟ هيعمل حاجه اسمها لوكال اكسيتاتوري ستيت، هيعمل حاجه اسمها لوكال اكسيتاتوري ستيت وهعرفها دلوقتي. اما لو اديت مؤثر بتاعي كان كافي لاثاره النيرف ماشي اثاره كامله بنسميه ثريشولد او اكتر من كده، هيبدا يعمل اكشن بوتنشال والنيرف امباس هتمر بطول النيرف كله. تعالوا نبدا نقارن كده ما بين الحالتين دول، ما بين الاكشن بوتنشال وما بين اللوكال اكسيتاتوري ستيت، وركز مع بعض بسم الله. اول حاجه اللوكال اكسيتاتوري ستيت هنقارن والاكشن بوتنشال هنقارن ما بينهم من حيث الاستيمولس اللي بيعمل كل واحده فيهم، مرحله الديبولاريزيشن مالها، قانون اسمه اول اور نان لو، اخر حاجه السميشن هنعرف يعني. اول حاجه الاستيمولس، مين اللي بيعمل اللوكال اكسيتاتوري ستيت؟ يعني اكسيتيشن ماشي في محل كده في في منطقه اللوكال، مكان مبدل الاستيمولس، وهنعرف قدام شويه يعني ايه. قال لي والله الاستيمولس اللي عملها سب ثريشولد، اسمه ايه؟ سب ثريشولد، يعني اقل من المينيمال ستيمولس بتاعي. اما الاكشن بوتنشال اللي هيعمله هو ثريشولد او اكتر، يعني اقل مؤثر ينفع يعمل الاثاره كامله. طيب الديبولاريزيشن، قال لي والله في اللوكال اكسيتاتوري ستيت من اسمه كده اللوكال، يعني الديبولاريزيشن مش هتبدا تنتقل بطول النيرف، مش هتبدا تعمل اثاره كامله للنيرف، وانما في منطقه اللي اديت فيها الاستيمولس. يعني لو انا عندي النيرف بتاعي بالمنظر ده كده، ومعذره لسوء الرسم يعني، بصوا بقى كده، لو انا عندي اديت الاستيمولس في المنطقه دي كده، فاللوكال اكسيتاتوري ستيت هتبقى في المنطقه دي، متمركزه في المنطقه دي بس كده، منطقه ايه؟ لوكال. تمام كده؟ تمام. يعني اذا الديبولاريزيشن مش هيحصل لها بروباجيشن او مش هتنتشر، صح كده ولا لا؟ عشان مش هتنتشر بطول النيرف كله مش هتعمل اكشن بتنشر كامل، يبقى اذا الديبولاريزيشن في اللوكال اكسيتاتور ستيت مش هينتشر، يعني نون بروباجيتد، وكلمه بروباجيت معناها ينتشر. اما في الاكشن بتنشر لا، ده نلاقي النيرف امبلس بتاعت النبضه العصبيه بتمر بطول النيرف فايبر كله او الاكزون كله، فاذا الديبولاريزيشن بتاعتها هتبقى بروباجيتد، يعني تنتشر. طيب اللوكال اكسيتاتور ستيت قال لي لا يخضع لقانون الكل او لا شيء، ايه القانون ده؟ هنعرفه قدام شويه، بس لحد ما نعرفه هو لا يخضع. ماشي، يعني doesn't obey all or none law. اما الاكشن بوتنشال لا، ما كانش الاكشن بوتنشال هيخضع للقانون ده، مين هيخضع؟ يبقى اذا الاكشن بوتنشال obeys all or none law. السميشن يعني ايه؟ سميشن يعني معناها تدي مؤثر فيعمل استجابه صغيره بس هتبدا تحوش الاستجابه بتاعته، او تحوش الريسبونس بتاعته، تدي مؤثر بعد تحوش الريسبونس، تدي مؤثر بعد تحوش الريسبونس، لحد ما توصل لايه؟ يوصلك لحاجه اسمها الفايرنج ليفل، عرفها في الحلقه الجايه. وقت ما اوصل للفايرنج ليفل انا كده اعمل اكشن بوتنشال، يعني اذا حوشت الريسبونس بتاعتي الاستجابات بتاعتي لحد ما وصلت لايه؟ الحاجه اللي تخليني اعمل اكشن بوتنشال. يعني ده بيحصل في لوكال اكسيتاتور ستيت، عشان كده قلنا عليها ان هي كان بي سميتد ثوري، تقدر يحصل لها سميشن او تقدر تجمع الايه الاستجابات مع بعض. طب تعالوا نشوف الاكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال بقى قال لي لا، ده كانت بي سميتد، ما ينفعش هو يجي له مؤثر كافي يعمل استجابه كامله، خلاص ما ينفعش احوش في استجابات، يعني كانت بي سميتد. طيب يا سيدي، قال لي والله لما تيجي تدي المؤثر بتاعك احنا قلنا ان هيبدا يحصل ايه بقى؟ هيمر نيرف امبلس او نبضه عصبيه او نبضه كهربيه في النيرف. ازاي الكلام ده؟ يعني ايه نيرف امبلس اصلا؟ قال لي النيرف امبلس النبضه العصبيه او النبضه الكهربيه اللي هتمر جوه النيرف هي عباره عن خلل في الفيزياء والكيمياء بتاع النيرف بتاعه، في التركيب الفيزيائي والكيميائي بتاعه، في نقول عليها بقى هي عباره عن فيزيكو كيميكال ديستربنس. ايه اللي عمل الفيزيكو كيميكال ديستربنس ده؟ قال لي ستيمولس، الاستيمولس ده لازم يكون كافي، لازم يكون ادكوت ستيمولس بنسميه ثريشولد انتنسيتي او اكتر، اللي هو السوبرا ثريشولد بقى.
وبعد كده يبدا يحصل لها بروباجيشن بطول النيرف كله في شكل بقى قال لي بتبدا تنتشر النيرف امبلس دي على شكل ويف، يعني على شكل موف، على شكل موجه بالمنظر ده كده بطول النيرف فايبر كله. قال لي النيرف امبلس النبضه العصبيه والنبضه الكهربيه اللي هتمر بطول النيرف كله كده يا صاحبي عدد من التغيرات، اربع تغيرات، هو تغيرات في الكهرباء بتاع النيرف الكتريكال تشينجز، تغيرات في الاكسيتابيلتي ودي سهله جدا نعرفها، اكسيتابيلتي تشينجز وميتابوليك تشينجز وثيرمال تشينجز. طيب يا عم الحاج، انا قبل ما ابدا اصلا في حاله ان انا ادي ستيمولس للنيرف بتاعي، قبل ما اديله الستيمولس هو مستريح النيرف ما بيعملش اي اكشن مستريح صح، فبنسميه وقتها بيبقى في حاله اسمها ريستنج ميمبرين بوتنشال، ريستنج ميمبرين ايه بوتنشال، او بيسميها اسم تاني اسمها بولارايزد ستيت، اسمها ايه بولارايزد ستيت. طيب يعني حاله البولارايزيشن، حاله الايه البولارايزيشن، البولارايزد ستيت او ريستنج ميمبرين بوتنشال، قال لي والله هي الحاله اللي بيكون فيها النيرف فايبر جوه الاكزو بتاعه وجوه النيرف كله بيبقى نيجاتيف، وبره النيرف بره بيبقى بوزيتيف، يعني الايونات الموجبه بره والايونات السالبه والايونات السالبه جوه. طب هل ده معناه ان جوه في نيجاتيف بس ما فيش شويه بوزيتيف؟ لا طبعا، ده معناه ان في شويه كتير قوي نيجاتيف وشويه صغيرين بوزيتيف، فالنيجاتيف مغطي على البوزيتيف، وبره العكس. يعني نقدر نقول بقى ان البولارايز ستيت او ريستنج ميمبرين بوتنشال توزيع الاشارات فيهم ان بره مور بوزيتيف ولكن في شويه بوتاسيوم، ولكن في شويه بتاع كلورايد سالب، هيبدا يعني يبقى عشان كده قلنا مور ما قلناش اول خلاص كده، وانما جوه بقى يبقى جوه اول الايونز جوه بيبقى نيجاتيف، لا ما ينفعش طبعا مور نيجاتيف لان في شويه بوتاسيوم جوه. تمام جدا، تعالوا نبدا نبص بقى للريستنج ميمبرين بوتنشال. ادي النيرف فايبر بتاعي من بره اهو، وادي من جوه، قال لي من جوه بيبقى مور نيجاتيف ومن بره مور بوزيتيف. تمام جدا، ده قطاع كده اخدناه من النيرف ده، ده ريستنج ميمبرين بوتنشال. طيب يا سيدي، انت عشان تعرف اصلا التغيرات الكهربيه اللي انت قلت هتعملها الالكتريكال تشينجز دي لما تمر او تدي ستيمولس وتمر الكهرباء، التغيرات اللي هتحصل دي هتقيسها ازاي؟ قال لي والله انا بقيسها كده بجهاز، الجهاز ده بنسميه سي ار او، او بنسميه اسم تاني اسمه كاثود راي اوسيلوسكوب. اسمه ايه؟ كاثود راي اوسيلوسكوب. طيب يا عم الحاج ركز مع بعض، الكاثود راي اوسيلوسكوب ده ماله الجهاز ده؟ قال لي والله الجهاز ده فايدته انه يبدا يعمل حاجتين، جهاز دقيق جدا جدا جدا، يقدر يسجل الاحداث السريعه جدا 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 في المشي اللي بتحصل في الملي سكند، ويحصل ويقدر يسجل ادق التغييرات في الكهرباء بالملي فولت، يعني يقدر يسجل تايم ويقدر يسجل قوه كهرباء. تمام جدا. اما بالنسبه للجهاز ده بيبقى متوصل بيه حاجه اسمها مايكرو الكترود. اسمها ايه؟ مايكرو الكترود. الكاثود راي اوسيلوسكوب ده شكله زي ما احنا عارفينه كده، شكل ايه يعني حاجه تجريديه ليه كده، وادي النيرف فايبر بتاعنا، وادي الكهرباء اللي احنا هنكهرب بيها النيرف بتاعنا بنقول عليها الكتريكال سيميوليتور. طيب تمام جدا. قال لي والله تعالى نبدا نبص يعني ايه مايكرو الكترود. المايكرو الكترود بيبقوا متوصلين كده بالكاثود راي اوسيلوسكوب، نهايتهم ده كده المايكرو الكترود بتاعي عباره عن ايه؟ قال لي المايكرو الكترودز ده كده ماشي، كلمه مايكرو يعني صغير، والكترود اللي هو الالكترود بتاع الكهرباء. قال لي ده عباره عن فاين جلاس كابيلاري بيبت، يعني عباره عن ازازه كده شكلها عامل زي الانبوبه الشعريه رفيعه جدا جدا جدا، بنقول عليها فاين جلاس بابيلاري بيبت. قال لي والله وذ بوينت التبس، يعني التبس بتاعتها بيبقى مدببه بالمنظر ده، ومليانه من جوه بسائل بنقول عليه ماشي كلوريد البوتاسيوم او بوتاسيوم كلورايد. تمام جدا، يبقى المايكرو الكترود مهمه جدا، عباره عن فاين جلاس كابيلاري بيبت مليانه من جوه بكي سي ال اللي هو كلورايد بوتاسيوم كلورايد، وويذ بوينتد اندد، يعني الاند بتاعتها او التبس بتاعتها بتبقى مدببه بالمنظر ده. طيب يا عم، قال لي والله انا دلوقتي مش عايز اسجل تغيرات كهربائيه، انا عايز اسجل الكهرباء بتاع النيرف وهو مستريح. بس قبل ما اريح ماشي نسجل الكهرباء دي، قال لي النيرف بتاعنا في حاله من ثلاثه، اما ان ما يمرش فيه اي ستيمولس اصلا فيبقى مستريح فنقول عليه هو في ريستنج ميمبرين بوتنشال اند اندر ريستنج وده ما فيش اي ستيمولس، او ان يمر فيه ستيمولس كافي لاثاره النيرف بشكل كامل نقول عليها يعمل اكشن بوتنشال اون ستيميليشن اوف ذا نيرف باي ثري شولد ستيمولس، لازم يمر ثري شولد ثري شولد ستيمولس، او بيمر بنقول عليه الادكوت ستيمولس. معذره، الحاله الاخيره بنسميها لوكال ستيت او لوكالايز ستيت او لوكال اكسيتاتوري ستيت او لوكال ريسبونس، ودي بتحصل في النيرف لما نبدا نعمل له اثاره بس بمؤثر غير كافي لاثاره النيرف بشكل ايه كامل، نقول عليه اون ستيميليشن اوف ذا نيرف باي سب ثري شولد، هنا سب ثري شولد ام هنا ثري شولد، نحط عليهم دوائر كده. طيب يا عم تعالى نبدا نتكلم عن اول حاجه وهي المهمه، الريستنج ميمبرين بوتنشال.
الريستنج ميمبرين بوتنشال هو عباره عن ايه؟ التعريفات بتاع النيرف سهله جدا، يعني انت لو مش حافظ تقدر تعرفها. جيبها يا عم اي تعريف كده تبدا تحتار فيها من ورا لقدام. هو عباره عن البوتنشال اوف ذا ميمبرين ديورنج ريستنج، يعني عباره عن كهربه الميمبرين اثناء الايه؟ الريست. او نقدر نقول عليه هو البوتنشال ديفرنس، وعباره عن الفرق الكهربي او فرق الجهد الكهربي ما بين الانر والاوتر سيرفيس اوف ذا ايه؟ اوف ذا ميمبرين اوف ذا نيرف فايبر اثناء الراحه. بنسميها بولارايز ستيت. طيب مين الايونات اللي عامله البولارايز ستيت اللي مخليها بره بوزيتيف وجوه مور نيجاتيف ده؟ قال لي تعالى نبدا نبص كده مع بعض. لو جينا رسمنا المحور بتاع النيرف بتاعنا بالمنظر ده كده، ده المحور، وادي مثلا ادي جسم الايه؟ الخليه العصبيه بتاعتنا، تمام كده، وادي النيوكليس. ركز بقى في المهم، قال لي والله انا عندي مين اللي بره ومين الايونات اللي موجوده جوه. بره عندي شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف، وجوه برضو عندي نفس النظام، عندي شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف. طيب مين البوزيتيف اللي موجودين بره؟ قال لي موجود صوديوم، ده الاساسي بتاعي، زائد بعض الكالسيوم، صام كالسيوم، ده البوزيتيف اللي موجود بره. امال مين البوزيتيف اللي موجود جوه بقى؟ قال لي والله البوزيتيف اللي موجود جوه عباره عن بوتاسيوم، وبعض المغنيسيوم، وبعض الايه؟ المغنيسيوم، تمام جدا. طب مين النيجاتيف اللي موجود بره بقى؟ قال لي موجود الكلورايد، وموجود برضو ال HCO3 اللي هو الباي كربونيت، يعني موجود اتنين كده بحرف السي. ادي كلورايد اللي هو بيبدا حرف السي، وادي عندي ال HCO3 اللي هو فيه باي كربونيت فيه حرف السي برضو. طيب مين بقى النيجاتيفز اللي موجودين جوه؟ الباقي بقى اللي هو نقدر نقول عليه ال PO4 او الفوسفيت، تمام جدا، ونقدر نقول موجود ال SO4 او الكبريتات. يعني نقدر نقول ان الايونات المهمه اللي موجوده جوه معظمها كلها بحرف البي او البي اللي هو بوتاسيوم، والبي او 4 اللي هو الفوسفيت. ومعانا بعض كده برضو من الحاجات السالبه اللي هي بعض البروتينات، ادي كلهم حرف ايه؟ حرف ب. طيب بالنسبه للي بره بقى هو الصوديوم والكالسيوم والكلورايد والاتش سي او 3، كلهم او معظمهم سياد برضو. دي الايونات الموجوده بره ودي الايونات الموجوده جوه، بوزيتيف ونيجاتيف. طيب تعالوا نبدا نبص كده. قال لي والله لا، لما احنا بنيجي نبدا نسجل الكهرباء بنحط المايكرو الكترودز اللي احنا قلناهم دول في اماكن معينه على النيرف. احنا طبعا بنجيب اثنين مايكرو الكترود مش واحد. الاثنين دول بنحطهم ازاي على النيرف عشان نقدر نسجل كهرباء النيرف؟ قال لي والله انت عندك طريقه من ثلاثه، يا اما تحط الاثنين الكترود جوه، يا اما تحط الاثنين الكترود بره، يا اما تحط الالكترود الاثنين واحد جوه واحد بره. طب ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي لما تحط الاثنين بره بتحطهم على جنب نفس الاشاره، لما تيجي تطرح يديلك صفر ما يسجلش او يسجل بصفر، وجوه برضو هكذا. فكان لازم نحط الالكترودز بتاعتنا اللي هي المايكرو الكترود، نسميهم ريكوردنج الكترودز، نحط واحد جوه واحد بره النيرف عشان كده يبدا يشتغل. يعني لو بصينا هنا نقدر نحط ادي مايكرو الكترود بالمنظر هنا كده، ونحط التاني بالمنظر هنا كده، ادي واحد جوه واحد بره، ونبدا نوصلهم بالكاثود راي اوسيلوسكوب بتاعنا، تمام جدا. قال لي والله لما جم بقى للنيرف بتاعي وجم اثناء الراحه، يعني من غير ما ادي اي ستيمولس للنيرف، وسجلوا الكهرباء بتاعته بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليها، حطوا الاثنين مايكرو الكترود اللي هم ريكوردنج الكترود واحد جوه واحد بره، سجل ان في فرق في الشحنات الكهربيه الموجبه والسالبه بين بره وبين جوه، هو اللي عمل حاجه اسمها بوتنشال ديفرنس او الفرق في الجهد الكهربي. لقينا والله ان الفرق في الجهد الكهربي ده بيساوي حوالي 70 ملي فولت بس بالسالب، ماينس 70 ملي فولت. سميها ايه بقى؟ ماينس 70 ملي فولت. ليه بقى؟ ليه الماينس ده؟ لان عدد الشحنات السالبه اكتر من عدد الشحنات الموجبه بحوالي 70 شحنه. انت مثلا كسبت 100 جنيه وخسرت 170 جنيه، يبقى انت في النهايه خسران 70 جنيه. هو نفس النظام، عدد الشحنات السالبه اكتر عدد الشحنات الموجبه ب 70، تمام. ايه بقى اللي وصلني للرقم ده، وايه اللي محافظ لي على حاجه اسمها ريستنج ميمبرين بوتنشال؟ ايه الاسباب بتاع ريستنج ميمبرين بوتنشال؟ هما اتنين، هتحس ان الباراجراف عندك في الكبير كده بس احنا هنبسطهم جدا. اول حاجه اسمها سيلكتيف بيرميبيليتي، والحاجه الثانيه اسمها سوديوم بوتاسيوم بامب. طيب بص كده مع بعض بقى، لو جينا اتكلمنا عن اول حاجه اللي هي سيلكتيف بيرميبيليتي. سيلكتيف بيرميبيليتي بنسميها النفاذيه الاختياريه، يعني هسمح لمرور حاجات مش هسمح للثانيه. طيب ايه السيلكتيف بيرميبيليتي؟ نورمالي كده، نورمالي
قال لي والله لو جينا برضو رسمنا النيرف فايبر بتاعي بالمنظر ده، ويهمني فيه في الاخر مين؟ الاكزون. نوسع الاكزون كده عشان نبدا نبص. قال لي والله لقينا ان في بوتاسيوم جوه وبوتاسيوم بره برضو، وبوتاسيوم ايه بره، ولقينا ان في برضو صوديوم جوه وصوديوم بره. ايه يا عم انت لسه قايل لي توزيع الايونات من شويه ان البوتاسيوم هو اللي جوه والصوديوم موجود بره، ده ميلي، ولكن في شويه موجودين بره من ده وفي شويه موجودين جوه من ده. لقينا ان تركيز البوتاسيوم جوه اكتر من بره. بايه بقى؟ ركز كده مع بعض. لان تركيز البوتاسيوم جوه اكتر من بره بحوالي 35 مره، حوالي قد ايه؟ 35 مره، فده الميلي بتاعي. وجوه وبره بقى موجود من البوتاسيوم شويه صغيرين. اما الصوديوم موجود بره اكتر من جوه بحوالي 10 مرات، يعني هو الميلي اساسا، انما جوه موجود بنسبه صغيره جدا. تمام كده؟ تمام. بص يا سيدي بقى، لو جينا بصينا كده ركز مع بعض. قال لي الايونات اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم ازاي بتتحرك من جوه لبره او من بره لجوه، سواء الصوديوم او البوتاسيوم. قال لي والله عن طريق حاجه بنسميها تشانل، عن طريق حاجه بنسميها ايه؟ تشانلز. وكلمه تشانل معناها بوابات. البوابات دي ليها حاجه اسمها جيتس، اللي هي حاجه اسمها ايه؟ جيتس، اللي هي الباب اللي هتقفل بيه. لو دي كده بالنسبه لي الصوديوم تشانل، ودي بالنسبه لي كده البوتاسيوم تشانل. المفروض يبقى في حاجه اسمها بوابه اللي هي بتقفل بالمنظر ده كده. كده انا قفلت الايه الشانل بتاعتي بجيت ببوابه عشان خاطر تيجي اي حاجه تعدي تعرفش ولا الطريق مقفول. لا والله حاجه مهمه جدا لازم بس نعرفها ومش مكتوبه تقريبا في كتاب عندك، فنبدا نبص عليها عشان مهمه. قال لي والله لو جينا بصينا على الصوديوم شانل والبوتاسيوم شانل، ايه الفرق ما بينهم؟ لقينا ان الصوديوم شانل ليها اتنين جيتس، ليها اتنين جيتس يعني بوابتين. ايه بقى البوابتين دول؟ نركز مع بعض. قال لي والله لقينا بوابه من بره بنقول عليها اوتر جيت، لو ده كده بره يبقى كده جوه. لقينا كده ان دي اوتر جيت واللي جوه بنقول عليها انر جيت. تمام كده؟ تمام. وبعد كده اما البوتاسيوم شانل بقى، البوتاسيوم شانل لقينا لا ليه جيت واحده بس، هي موجوده جوه نقول عليها انر جيت. يبقى اول فرق ما بين الاثنين، دي ليها اتنين بوابتين، اتنين جيتس، واحده اوتر واحده انر، دي ليها بوابه واحده بس اللي هي الانر جيت. طيب يا عم عشان كده نقدر بنيجي في الامتحان بقى في الام سي كيو ننسى اني ليها يا عم بوابتين واني ليها بوابه واحده، انا عليها بطريقه سهله خالص. الصوديوم ده حرفين ان ايه، فيبقى ليه بوابتين بره وجوه. اما البوتاسيوم حرف واحد فيبقى ليه بوابه واحده جوه. طيب لقينا ان البوتاسيوم بقى هيبدا يميل ان يخرج، لو كده النيرف فايبر بتاعي والبوتاسيوم موجود جوه هيميل ان يبدا يخرج لبره، والصوديوم اللي موجود بره هيميل ان يدخل لجوه. ليه بقى؟ عشان تركيز الصوديوم بره اكتر من جوه، صح؟ لقينا والله ان الصوديوم بتاعنا هيبدا يتحرك من بره لجوه، البوتاسيوم يتحرك من جوه لبره، طبقا لحاجه تركيزه جوه اكتر من بره ده بالنسبه للبوتاسيوم، فالكتير يدي للقليل. طبيعه الكون الكرم لازم تساوي، الكتير يدي للقليل، فالبوتاسيوم عشان جوه اكتر من بره ب 35 مره، لان يعني البوتاسيوم بيميل ان يخرج، بيخرج بطريقه اسمها كونسنتريشن جريدينت، يعني تدرج في التركيز. اما بالنسبه للصوديوم هو كان بره اكتر من جوه ب 10 مرات، فبرضه يميل ان يدخل عشان تركيزه بره اعلى، فيبدا يدي لجوه، برضه طبقا للتدرج في التركيز. ادي كده اتحرك بطريقه ثانيه. بالنسبه للصوديوم لقينا بيتحرك بطريقه ثانيه، اللي هي احنا قلنا ان جوه اصلا اشاره مور نيجاتيف، صح؟ والصوديوم بتاعي اصلا عباره عن اشاره موجبه، فيبدا يتحرك بحاجه اسمها الكتريك جريدينت، اللي هو الاشاره السالبه تشد الموجب الصوديوم فيبدا يدخل. اما البوتاسيوم لا، ده هو اصلا بوزيتيف وبره كان مور بوزيتيف، فهو لما يجي يطلع بره يحصل ريبالجن او تنافر ما بين البوتاسيوم البوزيتيف وما بين الاشارات البوزيتيف اللي بره، فيبدا يرجع تاني. فاذا البوتاسيوم نستنتج من كده انه بيتحرك لبره بطريقه واحده اللي هي الكونسنتريشن جريدينت، اما الصوديوم بيتحرك لجوه بطريقتين اللي هو الكونسنتريشن جريدينت والالكتريك جريدينت. نستخلص من كده بقى ان عندي الصوديوم تشانلز والبوتاسيوم تشانلز كلمتين. قال لي الصوديوم تشانلز ليها حرفين، فتبدا يبقى البوابه بتاعتها او الشانل بتاعتها ليها اتنين جيتس، بوابتين، واحده انر واحده اوتر. وبعد كده الصوديوم هيبدا يدخل من بره لجوه بطريقتين اللي هو الكونسنتريشن جريدينت والالكتريك جريدينت. اما البوتاسيوم تشانل فهو كان حرف واحد، والحرف الواحد ده يعني ليها بوابه واحده، وبالتالي هيخرج برده من جوه لبره بطريقه واحده اللي هي الكونسنتريشن جريدينت. يا رب تكون الحته دي وضحت. طيب يا سيدي، مالها بقى السلكتيف بيرميابيلتي؟ لو جينا بصينا كده ادي بوابات
بص كده، ادي الغامق ده عباره عن بوابات البوتاسيوم، ودي بوابه صوديوم، ودي عباره عن حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، انا عارفها دلوقتي. قال لي والله بوابات البوتاسيوم لو جينا بصينا كده، الحاجات المربعه هو البوتاسيوم، الحاجات المدوره هو الصوديوم، لقينا ان البوتاسيوم موجود جوه كتير جدا، انسايد ذا سيل جوه كتير جدا صح، ولكن في شويه موجودين بره، عشان كده جوه اكتر من بره ب 35 مره. اما الدوائر اللي هي الصوديوم بقى بره موجودين كتير جدا، وجوه قليلين شويه خالص اهو. اذا بره اكتر من جوه في الصوديوم بحوالي 10 مرات. طيب بعد كده من غير بوابات الصوديوم والبوتاسيوم بقى، لقينا ان البوتاسيوم هيبدا يميل ان يخرج لبره عشان كونسنتريشن جريدينت، والصوديوم بيميل ان يدخل لجوه طبقا كونسنتريشن جريدينت والالكتريك جريدينت، هو اصلا بوزيتيف يدخل ناحيه النيجاتيف. طيب يا سيدي، ده كده بالنسبه لحاجه اسمها سيلكتيف برميابيلتي. قال لي والله السيلكتيف برميابيلتي بقى، تعالى نبدا نكمل كلام عنها. احنا كده اتكلمنا اول حاجه عن توزيع الايونات بره جوه، واتكلمنا عن مين اكتر جوه مين اكتر بره. قال لي والله اي ايون في الدنيا، اي ايون صوديوم بوتاسيوم اي حاجه، الايون ده لازم يحاط بحاجه اسمها جاكيت اوف ووتر، لازم يكون محاوط كده، يعني سراوندد باي ا جاكيت اوف ووتر. الجاكيت اوف ووتر ده يعني عباره عن كده كتله من الميه موجوده حواليه من ايه، من ايونات الميه. تعال نبدا نبص كده مع بعض، احنا مين عندنا العدد الذري بتاعه اكبر، يعني وزن الذري بتاعه اكبر. قال لي والله بتفتكروا كده الصوديوم كان كام؟ كان 11، والبوتاسيوم كان كام؟ كان 19. يبقى اذا الوزن الماشي العدد الذري بتاع مين اكتر؟ بتاع البوتاسيوم. فيبقى ده حجمه اكبر من ده، حجمه صغير شويه. انت بقى لو ماشي انت واخوك الصغير ومعكمش الا جاكيت واحد اللي هو معاك انت، والدنيا برد، مين يلبس الجاكيت اللي هو التخين الاكتر؟ او انتوا مثلا معاكم جاكتين وانتوا الاثنين في طول بعض، بس هو اصغر منك في السن، والجاكيت واحد اتقل من الثاني، انت الكبير وحصل برد كتير جدا والجو بقى برد قوي، مين فيكم ياخد الجاكيت التخين الصغير اللي هو العيل الصغير او الواحد اللي سنه صغير؟ مين فيكم ياخد الجاكيت بقى اللي يقدر يستحمل البرد، ياخد الجاكيت الرفيع اللي هو وزنه كبير؟ فهكذا برضو الايونات بتاعتي تبدا تاخد الجاكيت الفوتر بنفس المنطق. الصوديوم كان والله بالنسبه لي العدد الذري او الوزن الذري الاقل اللي هو 11، فبدا ياخد جاكيت الفوتر كبير جدا 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 جدا، تمام كده؟ اللي هو ده. اما بالنسبه للبوتاسيوم كان الحجم الذري بتاعه، الوزن الذري بتاعه، العدد الذري بتاعه كان اللي هو 19، كان كبير مقارنه بالصوديوم، فاخد جاكيت الفوتر اقل شويه. انت لما تلبس الجاكيت الرفيع واخوك يلبس الجاكيت الايه التخين قوي ده اللي مش عارف يتحرك منه، انهي تبقى حركته، مين فيكم حركته اسهل بكتير خالص؟ اكيد طبعا لابس جاكيت رفيع يبدا يتحرك بكل بسهوله. تخيل كده تبقى لابس هدوم كتيره جدا، تتحرك بصعوبه جدا، تمام. المهم الحته دي اتفهمت عشان اربطها بعدها. طيب تعالوا نبدا نبص كده. قال لي والله لقينا بالتالي ان المسؤول بقى اكتر عن السلكتيف بيرميابيلتي والايون اللي هو اللي بيقيس لي فيها الحته دي مهمه جدا جدا جدا، هو السلكتيف بيرميابيلتي. لقينا والله حاجه بقى ان الايون اللي بيوصلني اكتر لموضوع السلكتيف بيرميابيلتي او موضوع الايون المهم جدا في السلكتيف بيرميابيلتي هو البوتاسيوم. هو مين البوتاسيوم؟ اثبت ان البوتاسيوم هو الايون الايه الاكثر الاهميه اللي بيساهم في السلكتيف بيرميابيلتي. والله عندك كذا سبب. السبب الاول احنا لسه قلناه، لان الصوديوم قال لي محاط بجاكيت اوف ووتر اكتر من البوتاسيوم، فحركته اصعب، فالبوتاسيوم هو اللي بيتحرك بسهوله، هو اللي وصلني للسلكتيف بيرميابيلتي او اللي وصلني للريسنج ميمبرين بوتنشال. طيب الحاجه الثانيه، لقينا ان في وضع الراحه كده ان بوابات الصوديوم، لو جينا رجعنا للصوره دي كده، دي بوابه الصوديوم، بيبقى واقف عليها من بره كده كالسيوم، يجي يدخل الصوديوم في وضع الراحه الكالسيوم موجب، وده موجب بس ده الكالسيوم فيه بوزيتيف 2 اما ده بوزيتيف 1 بس، فيبدا الكالسيوم يقول له رايح فين؟ يقول له ادخل جوه، يقول له لا مفيش دخول جوه دلوقتي في وضع الراحه، فيبدا يمنع دخوله، فاذا في حاجات بتعوق دخول الصوديوم، صح كده؟ طيب نرجع تاني كده، فلاقي ان ماشي ان الصوديوم شانلز جاردد، يعني عليها زي بودي جارد كده اللي هو عباره عن كالسيوم اينز، بيبدا يمنع دخول الصوديوم. الحاجه التانيه بقى، لقينا ان البوتاسيوم شانلز اصلا في منها نوعين، نوع ليه بوابات اللي هو جيتد، ونوع ليه ملهوش بوابات اللي هو نون جيتد، تمام جدا. قال لي والله اثناء الراحه، في وضع الراحه احنا في ريستنج ميمبرين بوتنشال، اللي بيشتغل اكتر هو النون جيتد اللي ملهوش بوابات، فالبوتاسيوم عمال يعدي بدون ما اي حد يوقفه، صح؟ سميها النون جيتد شانلز، نسميها ليكج شانلز عشان بتبدا تسمح بتسرب الايونات. اما الجيتد بقى اللي هي كان ليها الانر جيت اللي احنا لسه قايلينها من شويه، تبقى جيتد شانل، دي تشتغل اقل اثناء ريستنج ميمبرين بوتنشال، ولكن هي دي تبدا تشتغل مهمه جدا اثناء الاكشن بوتنشال اللي احنا هنبدا نحكيه. طيب يعني يبقى سيلكتيف بيرميابيلتي اقدر احكيها بقى كده
ان السليكت برميابيلتي معناها ان انا هبقى هسمح بنفاذ ايونات اكتر من ايونات. فبدا يقول لي هي كلمه، شوف هنحفظ سليكت برميابيلتي ازاي، سهله جدا، في طرف 4 كلمات بالظبط. ان الممبرين بتاعي از مور بيرميبل للبوتاسيوم، فالايون البوتاسيوم هو اللي هيوصلني ماشي للرسم ممبرين بوتنشال اكتر، هو الاهميه، تمام، هو الاهم بالنسبه لي. ف عايز بقى اعرف الخص السلكت بالميزان في 3 كلمات كده، اتكلم عن الصوديوم لوحده والبوتاسيوم لوحده، بعد كده اتكلم عن الجاكيت اوف ووتر. قال لي والله ان الصوديوم تشانلز ليها، الصوديوم ليه حرفين، فيبقى ليه بوابتين، واحده انر واحده اوتر. وبعد كده البوتاسيوم تشانلز، قال لي والله ده حرف واحد، والحرف الواحد ده يعني ليها بوابه واحده ليها الانر، وكمان في نوع تاني من البوتاسيوم تشانلز ملهوش اي جيت خالص، فيبدا يتحرك بسهوله اكتر اكتر اكتر. الحاجه الثالثه قال لي والله ان الصوديوم تشانلز بتاعتي محروسه من بره بكالسيوم بيمنع دخولها، واخر حاجه ان الاثنين محاطين بجاكيت الفوتر، ولكن بتاع الصوديوم عشان ماشي العجز بتاعه اصغر، فيبدا يحط جاكيت الفوتر اكبر، فيبدا يبقى اصعب حركته، وبالتالي حركه البوتاسيوم هي الاكثر شيوعا وهي الاكثر اهميه بالنسبه لي، وهي المسؤوله عن السلكتيف بيرميابيلتي. ده كده اول سبب في الاسباب بتاع مين؟ بتاع ريسنج ميمبرين بوتنشال. السبب الثاني سهل خالص، حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. ايه الصوديوم بوتاسيوم بامب؟ ناخد صوديوم والبوتاسيوم. طيب احنا هننتقل بس كده من وضع الراحه اللي هو بتاع ريسنج ميمبرين بوتنشال الى وضع الايه؟ لما يمر كهرباء في النيرف بتاعي. والله لما يمر كهرباء المفروض ان انا في وضع الراحه كنت جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف. لما يمر هنا كهرباء ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم يدخل والبوتاسيوم يدخل يعمل ديبولاريزيشن، والبوتاسيوم هيبدا يطلع فيعمل ريبولاريزيشن. تمام جدا. يعني انا دلوقتي في وضع الراحه كنت بره بوزيتيف، تمام كده، وكنت جوه نيجاتيف. لما ابدا امرر اي كهرباء الصوديوم يدخل فيعمل لي ديبولاريزيشن، صح؟ فخلالي اللي جوه هو اللي بقى بوزيتيف واللي بره هو اللي بقى نيجاتيف. لما احب ارجع وضع الاستقطاب من تاني، البوزيتيف اللي داخل طلعه، بس مش هيطلع صوديوم، ده هيطلع بوتاسيوم، والاثنين كده كده بوزيتيف، صح؟ ولما يطلع البوتاسيوم هيبدا يزود البوزيتيف تاني من بره والنيجاتيف تاني من جوه. يعني اذا رجع لك وضع ريسك ميمبرين بوتنشال، وضع البولاريز ستيت بتاعك، ولكن انا كده نفس توزيع الاشارات بتاعتي ونفس الكهرباء، بس مش نفس الايونات اللي جوه اللي بره. انا عايز اصلح الموضوع ده بقى وارجع ريسك ميمبرين بوتنشال بتاعي الاصلي من تاني، اللي هو الصوديوم هو اللي يكون بره اكتر والبوتاسيوم هو اللي يكون بره اللي جوه، سوري، صح كده؟ ارجع ازاي؟ قال لي في بوابه على الميمبرين كده، البوابه دي بنقول عليها اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. البوابه دي ليها 5 اماكن، 3 و2، 3 للصوديوم وبوابتين للبوتاسيوم، كانك هتركب عربيه. العربيه دي كل يوم تقول لك والله في كراسي معينه كده للستات او الحريم، وكراسي معينه للرجاله. قال لي والله لقينا ان الصوديوم ليه 3 كراسي والبوتاسيوم ليه كرسيين بس. احنا دلوقتي موجود عندنا فين؟ البوتاسيوم بره دلوقتي والصوديوم هو اللي جوه، عايزين نعمل العكس. فيبدا البوابه دي تتحرك بحيث انها تاخد 3 صوديوم من جوه تطلعهم بره، في نفس الوقت اخد 2 بوتاسيوم وتدخلهم جوه، وده طبعا بمساعده ماشي الاي تي بي، لازم يكون في طاقه وانزيم كده مكان يمسك فيه الانزيم اسمه اي تي بيز، تمام؟ الانزيم بتاعنا اسمه اي تي بيز، وكلمه ايز معناها يكسر اي تي بي، يبدا يطلع منه طاقه، في الاخر هي تبدا تحرك البامب دي تطلع لي 3 صوديوم بره وتدخل لي 2 بوتاسيوم جوه لحد ما اوصل لايه؟ الاكوليبريم بتاعي اللي هو التوازن بتاعي. تمام جدا. يبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب، قال لي والله بتحصل بقى عشان تبدا لما برجع من حاله الكهرباء وخلاص رجعت الايه الاشارات زي ما هي، بس عايز ارجع الايونات برضو اللي جوه جوه واللي بره بره، ببدا اشغل البامب دي. تمام جدا. تعالوا نبدا نبص كده مع بعض كلمتين عن البامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب دي عباره عن كارير بروتين، هي عباره عن كارير يعني بتشيل حاجات، صح، معموله من بروتين كانت بتشيل صوديوم بوتاسيوم. قال لي فيها مكانين للبوتاسيوم وثلاث اماكن للصوديوم ومكان للتي بيز، حطوا هنا ايز. تمام جدا. قال لي والله لو جينا قلنا كده البامب دي تشتغل ازاي؟ قال لي والله وين اول سايتس از ساتوريتد، لما كل السايتس تبدا تشبع بالاماكن بتاعتها، يعني العربيه تتملي كلها، يركب ال3 صوديوم يركب ال2 بوتاسيوم، الاي تي بيز از اكتيفيتد، الانزيم اللي اسمه اي تي بيز يبدا ينشط فيكسر اي تي بي. ولما يكسر اي تي بي يبدا يقول لي الانرجي از لايبريتد، حتى الراجل ده والله كانه بيقول شعر فعلا. وين اول سايتس از ساتوريتد، لما كل اماكن تشبع، اي تي بيز از اكتيفيتد، الانزيم ينشط، والانرجي از لايبريتد، يكسر اي تي بي يبدا يطلع منها انرجي. ده بالنسبه للسلكتيف برميابيلتي وللصوديوم بوتاسيوم بامب. البامب دي برضو قال لي عباره عن حاجه اسمها الكتروجينيك بامب، يعني بتبدا تخلق فرق في الجهد الكهربي عشان تزود البوزيتيف بره اكتر من جوه، لانها بترجع الصوديوم بره، صح، اكتر من البوتاسيوم يدخله جوه. قال لي مش معلومه مهمه، مش مهمه يعني قوي. قال لي المهم بقى ومش مكتوب في كتابك، يقول لك ايه اللي يحصل
لو الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس بامب، لو البامب اللي موجوده بتنقل 3 صوديوم بره او 2 بوتاسيوم جوه دي، ايه اللي هيحصل لو باظت؟ مشكله. او نقدر نقول السؤال بشكل تاني، لو ربنا خلقنا ماشي النيرف، خلق لنا نيرف بدون اي صوديوم بوتاسيوم بامب، كان ايه اللي هيحصل؟ طبعا الصوديوم كان لما يدخل ما هيطلعش، الصوديوم هيبدا يتجمع جوه كتير جدا، واحنا عارفين الصوديوم بيحب ويشد الميه، فيبدا يشد ميه جوه النيرف كتير جدا، فالنيرف فايبر بتاعك يبدا يتنفخ نتيجه الاوزموتيك بريشر اللي كان عالي جدا، فالخليه تنفجر في الاخر، يكون كل النيرفات بتاعتك تبوظ ما تكملش يوم كده وتموت على طول. تمام؟ تمام جدا. لو جينا حتى كده رسمنا الحته دي، ادي النيرف بتاعي، وادي المنطقه اللي فيها صوديوم، والصوديوم لما بيبقى موجود في منطقه بكميه كبيره بيتميز انه بيعلي حاجه اسمها الاوزموتيك بريشر بتاع المنطقه دي، الضغط الاسموزي، فيبدا يشد ميه، يشد ميه، هيشد ميه، فالميه اللي هتبدا تدخل دي تبدا تنفخ النيرف بتاعي، لما تنفخه هيبدا يحصل فرقعه او رابتشر للنيرف بتاعي ويبوظ. طيب يا محمد تعال نبدا نبص كده على، لو جينا بقى قرينا الكلام ده من كتابنا عشان الناس بس ما تستغربش ان انا شرحنا ورق من شرحت كده من ورق بره، بس هو اسهل بكتير جدا. قال لي والله ادي الالكتريك تشينجز اللي ممكن تبدا تحصل. قال لي والله عشان ندرس التغيرات الكهربيه دي، ده في اداه كده بنبدا نستخدمها، الاداه دي نسميها او جهاز تقدر تسميه كاثود راي اوسيلوسكوب، اسمه كاثود راي اوسيلوسكوب. قال لي والله ده جهاز مهم جدا، بيبدا يسجل الاحداث سريعه جدا في الملي سكند، يعني بيسجل خلال وقت وبيسجل تغيرات بالملي فولت في الكهرباء. المايكرو الكترود اتكلمنا عنها بالتفصيل، ريسنج ميمبرين بوتنشال الديفينيشن بتاعه قلناه بالتفصيل، الاكسبلانيشن بيقول لك والله بتاع ريسنج ميمبرين بوتنشال تحت الظروف اللي هي الطبيعيه العاديه جدا، كل البوينتس على الاوتر سيرفيس بتبقى ايزو بوتنشال، اون ذا سيرفيس اوف ذا نيرف فايبر ار ايزو بوتنشال، وايل اول ذا بوينتس ان ذا انسايد اوف ذا نيرف فايبر ار اولسو ايزو بوتنشال، يعني مفيش اي اثاره في الكهرباء كلهم في وضع الراحه بتاعتك، ايزو بوتنشال يعني في وضع الراحه. وين وان مايكرو الكترود، لما نبدا ندخل مايكرو الكترود جوه النيرف، والثاني اللي هو الاذر بيريمينز هيبدا يظل على الاوتر سيرفيس من بره، ذير از ا بوتنشال ديفرنس، لان مسجل فرق في الجهد الكهربي هو حوالي 70 ملي فولت، مش 90 سوري مسحوا دي كده خالص، قال لي 70 ملي فولت ويز نيجاتيف انسايد، في الاشاره جوه اكتر ماشي نيجاتيف، فقلنا عليها نيجاتيف 70 او ماينس 70. قال لي ذس بوتنشال، الفرق في الجهد، انا بقرا الكتاب عشان اشوف في حاجه جديده ولا لا، انا مش بشرح، انا خلاص شرحت الجزء ده. لو ان البوتنشال ده اللي هو الفرق اللي هو سالب 70 اللي بيسموه ريسنج ميمبرين بوتنشال او ار ام بي، قال لي والله ده بيتكتبها سالب 70 لان النيجاتيف بتشير ان الاشاره نوع الاشاره اللي جوه اللي هي البري دومينيس اللي هي سائده جدا، اللي هي النيجاتيف هي اللي سائده. تمام. بعد كده ايه اسباب الريسنج ميمبرين بوتنشال، اكتب عليها سؤال نظري مهم جدا جدا، اسباب الريسنج ميمبرين بوتنشال حاجتين، اول حاجه السلكتيف برميابيلتي، والحاجه الثانيه الصوديوم بوتاسيوم بامب. السلكتيف برميابيلتي هو بالظبط ثلاث كلمات، قال لك ان الريسنج ميمبرين بوتنشال او ريسنج ميمبرين اوف ذا نيرف قال لي از 50 to 100 تايمز مور بيرميبل تو بوتاسيوم ذان تو صوديوم. مش مهم الرقم ده، اللي يهمك قوي ان الممبرين بتاع النيرف بتاعك في وضع الراحه بيبقى مور بيرميبل للبوتاسيوم اكتر من الصوديوم، وبالتالي بتلاقي ان البوتاسيوم بيتحرك بسهوله جدا ولكن الصوديوم بيتحرك بصعوبه اكتر. ليه البوتاسيوم اسهل في الحركه والبوتاسيوم والصوديوم اصعب في الحركه؟ اول حاجه لان الممبرين صوديوم شانلز، الصوديوم شانلز تبقى مقفوله تحت الظروف العاديه، ويبقى عليها الجارد اللي هو الصوديوم اللي هو الكالسيوم سوري اللي هو الحارس اللي واقف عليها يمنع دخوله، بينما بوابه البوتاسيوم قلنا في منها نوع بيبقى نون جدد بيبقى مفتوح على طول. الحاجه الثانيه ان كل من الصوديوم والبوتاسيوم ثرو سيبريت شانلز سبيسيفيك فور ايتش ذم، قال لي الصوديوم ماشي الصوديوم شانلز دي تبقى محروسه من بره كده بكالسيوم شانلز، بينما البوتاسيوم ما فيهوش المكان ده الحاجه دي. قال لي والله الحاجه الاخيره ان كل من الصوديوم والبوتاسيوم بيبقوا سراوندد باي جاكتيف ووتر، حواليهم كده جزيئات من الميه بنسميها الايونات دي، وهي حواليها ميه بنسميها هايدريتد ايونز، هو الايون اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم هايدريتد يعني حواليه ميه. قال لي ذا ثيكنس اوف ويتش مش الثيكنس اللي هو السمك بتاع الجاكيت ده بيعتمد على الهايدريشن انرجي اوف ذا ايون. ازاي بقى؟ قال لي الهايدريشن انرجي بتاع الايون دي بتتناسب عكسيا مع السايز، يعني لو حجم ماشي صغير بتاعك يبقى تاخد هايدريشن ايون كيب ماشي هايدريشن انرجي كبيره، والعكس زي ما احنا قلنا بقى وشبهناها بالعدد الصغير والكبير. طيب قال لك لذلك الهايدريشن انرجي بتاع الصوديوم اللي هو كان حجمه الوزن زي ماشي اللي هو الاتوميك نمبر بتاعه والعدد الذري بتاعه كان صغير، فاخد هايدريشن انرجي كبيره يعني حواليه جاكيت فوتر كبير جدا، بيبقى اصعب في الحركه من البوتاسيوم، وبالتالي برضو لقينا ان الصوديوم السكر زان الهايدريتد بوتاسيوم ايون، وبالتالي لقينا ان الصوديوم موفز ثرو ذا ميمبرين وذ مور ديفيكالت، يتحرك بصعوبه جدا.
بعد كده لان ان في نون ديفيوزنج انيون، والانيونات اللي هي انايون او بتقولوا عليها زي كاتاين انايون، الانيونات دي قال لي والله عباره عن نيجاتيف ايونز بتاعتنا، لقينا ان هي موجوده جوه النيرف اللي هي بتشمل البروتينات بقى والبي او 4 والسيستو 4 بس ما اتكلمناش عنها. قال لي والله الايونات دي ما بتتحركش وما جبناش انها تتحرك خالص ولا ليها اي بوابات. ليه؟ لانها حجمها الايه الجزيئه او وزنها كبيره جدا جدا جدا، فيها لارج ايونز فما تتحركش تفضل في مكانها. تمام جدا. الحاجه الثانيه صوديوم بوتاسيوم بامب، لقينا ان النيرف قال لي بوسيسس صوديوم بوتاسيوم بيمتلك كده صوديوم بوتاسيوم بامب، دي مسؤوله انها تبدا تعمل ديفلوبمنت ليه الريستنج ميمبرين بوتنشال، واعرف يعني ايه ديفلوبمنت دلوقتي. قال لي والله البامب دي تشتغل ازاي، تنقل 3 صوديوم لبره تو اكستيريور يعني بره، وتنقل 2 بوتاسيوم لجوه تو انتيريور يعني جوه. قال لي دست لما تنقل 3 بره و2 جوه هكذا بيبدا يخلق نيجاتيفيتي انسايد اند بوزيتيفيتي اوت سايد، لان بنقل الصوديوم ماشي البوزيتيف بره كتير والبوزيتيف جوه قليل. قال لي والله ذا بامب از الكتروجينيك، يعني تبدا تعمل بوتنشال ديفرنس فاليو في الجهد الكهربائي. قلنا الكلام ده البامب بتاعتي بتبقى اكتف بروسيس، يعني اكتف يعني تحتاج طاقه، لانها قلنا بتحتاج اي تي بي بتكسر عن طريق الايه الاي تي بيز انزايم، تبدا تحتاج طاقه بروفايد ذات ميتابوليك بروسيس. قال لي والله ام بروفايد باي ميتابوليك بروسيس تريكواير، تبدا تتطلب انزايم، انزايم ده اسمه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، ده موجود في الممبرين بتاعنا ويبدا يكسر اي تي بي عشان يبدا يطلع لي الاي تي بي بي والانرجي. النورمال ديستريبيوشن بتاع الايون خلاص قلناه برده بالتفصيل كده. الحاجه اللي بعد كده يعني ايه ديفلوبمنت اوف ريستنج ميمبرين بوتنشال اللي قلتها من دقيقه بالظبط. قال لي والله ان الممبرين بتاعي لما بيكون مر فيه كهرباء بعد كده يرجع لوضع الراحه زي ما انا شرحتها بالظبط، ان الصوديوم بوتاسيوم بامب قال لي كوز سمول ترانسبورت بوزيتيف ايونز، تبدا تنقل الصوديوم اكتر اللي هو 3 اللي بره والبوتاسيوم قليل اللي جوه. قال لي والله معظم النيجاتيف ايونز الموجوده جوه النيرف فايبر تبقى نون ديفيوزابل، يعني ماشي عباره عن بروتينات نون ديفيوزابل ما بتقدرش تنتشر لبره الايه الممبرين بتاعي وبتظل جوه، وعشان هي خاطر كبيره جدا 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 البوزيتيف ايونز ما بتقدرش تعادلها، وبالتالي بيظل الممبرين من جوه نيجاتيف. الايونيك ترانسبورت ايكويليبريم اكروس الريستنج سيل ميمبرين، هنتكلم عن الصوديوم والبوتاسيوم ايكويليبريم وده اللي يهمني جدا، وبعد كده الكلورايد والكالسيوم والمغنيسيوم دي حاجات كده توافق خالص. نركز بس في الاثنين دول اهم حاجه. يقول لي هنا الصوديوم ايكويليبريم توازن الصوديوم، احنا قلنا شويه ان لما يمر الكهرباء وارجع لوضع الراحه الصوديوم والبوتاسيوم بقى بتشتغل صح، وتفضل تنقل لي بقى الصوديوم لبره وتنقل البوتاسيوم لجوه، وهي بتنقل مش هتلتزم بالعدد اللي هي توصل لحد عدد معين وخلاص، بتفضل تنقل اكتر من اللازم لحد ما بتخلي الصوديوم بره اكتر من جوه ب 10 مرات، وده بتخليها اكتر من 10 مرات، وده مش التوازن. التوازن لازم يكون الصوديوم اكتر من بره اكتر من جوه ب 10، والبوتاسيوم جوه اكتر من بره ب 35 مره. هي بتنقل الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه لحد توصلها اكتر من العدد ده. طيب فيقول لك وين ذا ريستنج ميمبرين بوتنشال ديفلوبس، اللي هو الصوديوم بيبقى مور كونسنتريت بقى اكتر من ال 10 مرات ده. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ فلقيت ان الصوديوم عشان يرجع يبقى بره اكتر من جوه ب 10 مرات، بس مش 11 او 12 او 20 مره، لقيت ان الصوديوم هيبدا يميل او يبدا ينتشر لجوه النيرف فايبر طبقا لحاجتين، الاشارات السالبه اللي جوه وهو موجب نفسه تبدا تشد، اللي هو الالكتريك جريدينت، وبعد كده الكونسنتريشن جريدينت نفسه اللي بره اكتر من جوه. الحاجه قال لي لحد ما نبدا نوصل للايكوليبريم، الايكوليبريم ده اللي هو نلاقي ان عدد الايونات اللي بدات تدخل قد عدد الايونات اللي الصوديوم ماشي بصوديوم بوتاسيوم بامب بتاعتنا بتطلعها بالنسبه كصوديوم فالصوديوم بوتاسيوم بامب تعرف ان كده خلاص وصلنا الوضع لايه الايكوليبريم او التوازن، فتبدا تقف، وبالتالي الريسنج ميمبرين بوتنشال بس 70 ملي فولت ودين سايد نيجاتيف. طيب بالنسبه للبوتاسيوم ايكوليبريم بقى، البوتاسيوم والله قال لي لما ريسنج ميمبرين بوتنشال ديفلوبس، لما يحصل ريسنج ميمبرين بوتنشال ماشي قال لي يبدا يشتغل صوديوم بوتاسيوم بامب وقتها، يعني ان الصوديوم البوتاسيوم اصلا اتنقل جوه اكتر من 35، يعني بقى جوه اكتر من بره 35 مره، لا ده اكتر من 35 مثلا 60 70 وهكذا. فانا دلوقتي عايز اوصل ده مش الاكوليبريم ولا التوازن بتاعي، لان الميمبرين بتاعي هايلي بيرميبل للبوتاسيوم خلال ايه البوتاسيوم الشانلز تبقى مفتوحه جدا نون جيتد. لقينا بقى ان البوتاسيوم هيبدا يميل انه يبدا يخرج لبره لحد ما يوصل الايكوليبريم، اللي هو يبقى اكتر من ماشي جوه اكتر من بره 35 مره بس مش اكتر من كده. هيبدا يخرج ازاي؟ قال لي يخرج بحد طريقتين. قال لي اول حاجه البوتاسيوم كونسنتريشن جريدينت دي اول حاجه، وتاني حاجه ما بتعتبرش طريقه اصلا يعني، بس هو قايل لك ان الممبرين هيبقى احنا قلنا ان هو هاي بيرميبل للبوتاسيوم اكتر، ولكن طلوع البوتاسيوم ده هيبدا يعرضه حاجتين بس عادي هيتغلب عليهم برده الحاجتين اللي ممكن يقفوا قدام خروج البوتاسيوم لبره. قال لي والله النيجاتيف تشارجز اللي هتبقى موجوده جوه، هو بوزيتيف وجوه نيجاتيف صح، فيبدا تشد تقول له لو سمحت ما تسيبنيش وتطلع. الحاجه الثانيه صوديوم بوتاسيوم بامب هتبدا تنقل البوتاسيوم كونتينوس تو ذا انسايد لجوه، هو عايز يطلع ازاي حاجه بتنقله جوه. طيب لحد ما اوصل لوضع الايه التوازن بتاعي اللي هو معدل خروج البوتاسيوم لبره يبقى مماثل لمعدل دخول البوتاسيوم عن طريق صوديوم بوتاسيوم بامب، تعرف ان كده خلاص وصلنا لوضع الاكوليبريم او التوازن تقف.
طيب الكلورايد اكوليبريم، احنا ما اتكلمناش عن الكلورايد لان ملوش اي بامب، ما بيتحركش خالص. قال لي ولكن هو بيتحرك، ممكن يتحرك بالباسيف ديفيوجن، وعرفته يعني ايه في الانترودكشن، يعني باسيف ديفيوجن يتحرك بدون اي انرجي. طيب الحاجه الثانيه كاتب لك كده ان الكلورايد مور كونسنتريتد اون ذا اوتر، موجود بره كده خالص على الممبرين، بينج اتراكتد باي ذا بوزيتيف تشارج اوت سايد، هو مش بيعرف يدخل لجوه اصلا، وما جبناش سيرته بيتحرك لانه متمركز بره، لان بره صوديوم البوزيتيف كتير جدا، فيبدا يحاول هو ككلورايد اللي هو نيجاتيف يدخل في الصوديوم او الحاجه البوزيتيف اللي بره، تقول له لا ما انتش داخل. طيب بعد كده المغنيسيوم والكالسيوم، لقينا والله ان المغنيسيوم موجود جوه ولا بره؟ موجود جوه مع البوتاسيوم، والكالسيوم موجود بره مع الصوديوم. تمام، لقينا ان توزيعهم بيساهم بنسبه ضئيله جدا 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 بمينيمال افكت على الممبرين بوتنشال، او على ماشي سينس ذا ممبرين از بورلي بيرميبل تو ايدر اوف ذيم ات ريست، عشان كده ما اتكلمناش عنهم. ده توزيع الايونات بقى مش مهم خالص، اللي هو جوه اكتر من بره بحوالي 35 مره، ده بالنسبه للصوديوم، واللي بالنسبه للبوتاسيوم، والصوديوم برده بره اكتر من جوه ب 10 مرات. فده ادي الصوديوم اهو جوه 14 ملي ايكويفالنت، وبره 4 ماشي 142 ملي ايكويفالنت، لو ماشي لو جيت قسمت دي على عدد لان اكتر منها ب 10 مرات. البوتاسيوم جوه اكتر من بره، ماشي جوه حوالي 140 ملي ايكويفالنت، وبره 4 140 كده على الاربعه بتطلع لك ب 35 مره. الكلورايد مش مهم خالص خالص خالص. وعندك الرقم اهو. يا رب تكونوا استفدتوا، وانتظرونا في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.